القيادي المقاوم المعروف الدكتور موسى أبو مرزوق تحدث عن أهمية دور مصر وأن عليها أن تقوم بدور قوي وفعال يتناسب مع مكانة مصر، وأنه لا تكتفي بالشجب والتنديد وأنها تملك أن تفعل أشياء كثيرة، إذ بعلاء مبارك يخرج ليكتب كلاما مسيئا ومهينا بشكل في منتهى الأكاذيب والأراجيف، ويفتري أني أبو مرزوق وجماعته المقاومة قتلوا جنودنا في سيناء وأن عليه أن يصمتهم الذين جروا الويل والخراب لأهل غزة. هل ما ذكره علاء مبارك من أكاذيب لها أساس؟ وهل أخطأ موسى أبو مرزوق أم لا؟ هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. دكتور موسى أبو مرزوق القيادي المعروف المقاوم في حماس في المقاومة الإسلامية تحدث عن أن موقف مصر ليس لائقا بها، مصر دولة كبيرة لا ينبغي أن تكون بلد بحجم مصر أن يكون مجرد دورها الشجب والتنديد، هي أنها تملك أن تفتح معبر رفح وتملك أن توقف الحرب في غزة. وتكلم بمثل هذا الكلام الذي يدل على عشم أهل فلسطين في مصر ودوره ومكانة مصر. علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ناشط على تويتر منذ فترة، لم يعجبه الكلام، كتب كلاما يعني في منتهى الإسفاف ومنتهى عدم المصداقية، لو انتقد انتقادا عاديا لا كان مقبولا، لكن افترى وادعى كذبا. كتب علاء مبارك: مصر لم تتأخر يوما في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، فعلى مدار التاريخ ظلت القضية مركز اهتمام القيادة المصرية التي تقف مع ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وأن يحصل فلسطين على حقوق من مشروعة، كما تلعب مصر دورا مهما ضد محاولات من يريد تصفية القضية. مصر لا تقبل المزايدات أبو مرزوق أفندي العبثية والرخيصة، وأن يخرج علينا في هذا التوقيت ليعلق فشله على غيره بعد أن أشعل المنطقة بحرب لم يحسب عواقبها. والغريب أنه خرج ليوجه الاتهامات لمصر، وأن مصر يمكن أن تعتبر نفسها وسيطا حياديا في حين يواجه الشعب الفلسطيني مذابح مستمرة. هو من الذي تسبب في هذه المذابح؟ وأن مصر هي التي وقعت على اتفاقية كامب ديفيد. أنتم من رفضتم الجلوس والتفاوض ولفعلتم لكانت الأوضاع أفضل بكثير، فلا تلموا إلا أنفسكم. المهم في الآخر بيقول له هذا ليس وقت المناسب لحديث آخر غير التضامن مع جميع الفصائل المقاومة، حديث عما ارتكبتموه من أفعال تجاه مصر وتورطكم في جرائم ضد جنودنا الشهداء في سيناء في شهر رمضان، وانت طالب بكل وقاحة وبجاحة توجه الاتهامات لمصر. وطبعا كتب كلام تاني ان حماس لها الانفاق والشعب الغلبان المدني له الاماكن فوق. نفس الكلام الصهاينة العرب. للأسف لم يكن الانسان يحب لعلاء مبارك ولا اي احد في مصر يخرج مثل هذه الافتراءات الكذوبة اللي هي آلة الاعلام الصهيونية التي دائما تلفقها لي أهل المقاومة في فلسطين. أولا كلام موسى أبو مرزوق كلام صحيح جدا، لأنه بيتكلم عن أن مصر مكانتها هذه المكانة اللائقة بها، واللي كان أبوك وده من أفضال مبارك التي لا تنسى، أنه عارف هذا المكان وكان بيفتح إما بالأنفاق أو يفتح المعبر أو يصر على أشياء معينة ولا يقبل بأشياء معينة، رغم أنهم كتبوا عن مبارك أنه كنز إسرائيل استراتيجي. ومع ذلك هذا الكنز كان له سقف له حدود، لكن الآن الدولة والسلطة اللي احنا بنتعامل معاها لا مفيش حدود، ده مع الصهاينة كاملة. وانت عارف يا علاء دور هذه السلطة معاك انت واخوك، ولما تهددتوا لو فتحت ويكو تاني او تجاوزتوا حدودكم، والناس لما تطاول عليك يوسف زيدان الناس تعاطفوا معاك لاني لم يكن هذا هو اللائق، لان لما تطاول ان كان من قبل يوسف زيدان ما لا يجرؤ ان يفعلها، فانت نفس الحال لم تكن تجرؤ وابوك موجود تقول الكلام ده على موسى ابو مرزوق. ليه؟ لان ابوك عارف قيمه الناس دي، وكان عمر سليمان والاجهزه المخابرات المصريه عارفه قيمه ان حدودها تبقى مع حماس مش مع دحلان ولا مع فتح ولا مع حد تاني. اتهامات بقى شغل الفبركه اللي حصلت لما استشهد هنيه، واني
الرسالة المكالمة المسربة اللي بين مرسي وبين هنية إني كنت سيبهم يا ولانا لما يفطروا، ده الولاد ماتوا والبلح في بقهم، أكذيب وكلام فارغ وكلام لا أساس له، لا في مكالمة ولا في تسريب ولا في أي حاجة. فين؟ مش لقينها. فين المكالمة؟ مش موجودة. فين؟ فتكرار هذا الكلام هو بالضبط أشبه باللي أنتوا بتدافعوا بيه عن نفسكم، إن أنتوا لا والله ما كنتوش عايزين تحكموا أخوك ولا يورثوا، ولا الحقيقة كان عايز كان عموك وأمك عايزة يورثوا الحكم، ولكن الناس قالت والله يا جماعة الناس نفوا. ماشي، طيب رغم إن الدلائل كانت موجودة، إنما أنت ما عندكش ولا دليل على إني قتلوا جنودنا لا في رمضان ولا في غير رمضان. ولو كانوا قبل كده مجرمين قال حماس وقتلوا جنودنا، يبقى ابوك كان مجرم لما سمح لهم بالعلاقات. اتنين، لو ده في ايام السيسي وسمح بذلك وصمت وبيقابلهم يبقى ده مجرم. خلي عندك الشجاعه وقول ان السيسي مجرم ان بيقابل حماس وتفاوض معاهم وهم قاتلين جنودنا، هنا هنحترمك وتبقى واد ذكر وابن حسن مبارك بجد. اتفضل تويتر عندك اكتب والموبايل في ايدك اني دول قتلوا جنودنا في رمضان، الناس ده اللي هيجي في بلدنا منهم ياخد اعدام يلا، وان اللي هيتواطأ معاهم او يقابل هؤلاء الناس او يساعد معهم هو خاين ومجرم وعميل ويضحي بدماء ابنائنا. اكتب، مش انت متيقن ان الناس دي قتلت جنودنا تبقى خاين ومجرم اذا لم تطلب من القيادة السياسية هذا الامر، واذا ترسخ ذلك عند القيادة السياسية ولم تفعل يبقى خاينة وعميلة وبيبيع دماء المواطنين ودماء الجنود والشعب. الطلب اللي طلبه يوسف موسى ابو مرزوق وطلب منطقي، الرجل بيطلب بعشم من بلد بالنسبه لها غزه هي امن قوم فلسطين، امن قوم مصر، ان تقوم بدورها الطبيعي والحقيقي، ما تبقاش مرهونه بالقرار الصهيوني بل بزياده، وتفاصيل كتير انت عارفها استاذ علاء والناس عارفينها وكل جيل الناس اللي اشتغلوا مع والدك عارفين الكلام ده، اللي اشتغلوا سياسة ان لا، وغزة كان الجزء من مصر، مين اللي فرض فيها؟ مش حماس، ده حكم العسكر اللي ابوك جزء منه. فبلاش الشغلانة دي، لاني لو اتكلمنا عن حكم العسكر واهماله وتقصيره في كوارث كبرى، لا المسألة غير كده. اللي كان بيفرض في حق جنودنا لا، والدك ساعة حرب الخليج لما شارك جنود وتعاملوا معاهم على انهم بالمقاوله في تحرير الكويت، اللي كان بيفرط في ابناء الشعب المصري لما بيتهانوا في الخليج ويطرمخ في قضايا، والدك. ارجع للتاريخ كويس علاء، هتعرف ان لا، مش حماس اللي اهملت في شعبها، هنيه نفسه مات له اقارب، موسى ابو مرزوق، كل هذه القيادات استشهد منها وناس، واكثر من عشرات من اهالي هؤلاء الناس كانوا من ضمن ضحايا أهل غزة. فبلاش مزايدة، إنما لو عايز تتكلم بحقائق الحقائق غير ذلك. فأما الافتراء والأكاذيب التي يسوق علاء مبارك على المقاومة فكلام فارغ لا يليق على شخص القضاء أثبت إن هو فاسد ماليا في قضايا القصور الرئاسية، مش إحنا. روح بقى تتناقش مع السيسي وقضائه واثبت براءتك بعيد عن إنك تتهم الناس الشرفاء البراءة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بكل حفظه من الحفظ والخير، اللهم أمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.